المهم انا دلوقتي عايز اشرح ان اللوح بالبلدي عشان ما اطولش على الناس وتكرهني، في 5 معاملات. الباور اتنين تيار، هيقول لي انا كرهتك من الصبح، تمام؟ في اتنين تيار واتنين جو. ايه هما اتنين تيار؟ تيار اقصى تيار في حاله لما يحصل قصر اسمه اي شورت سيركت، واقصى تيار تتبع يمكن الاستفاده بيه، تمام؟ اللي هو مين؟ اي ام بي. بعد كده الجهود، اقصى جهد في حاله الدائره المفتوحه اسمه بي اوبن سيركت، واقصى جهد يمكن الحصول عليه، تمام؟ اسمه بي مين؟ او بي، اللي هو ماكسيمم اوبريشن او ماكسيمم بوينت. طب هل التهاب الجهد ده، هل التيار الجهد اللي هم البي دول مين ثابت ومين متغير؟ انا عارف ان الشورت سيركت في اللوحه هيطلع من مقطع ثابت، قيمه ثابته، وده ثابت الاوبن سيركت، صح؟ اللي بيتغير اللي هي الماكسيمم بوينت، النقطه دي مكانها بيتغير. هو هنا بيدي لك، هتقول لي طب هو، طب لما انت بتقول من شويه ان هو بيتغير لحظيا، هو انت جايب لي القيم دي ازاي؟ هنروح نلاقي مكتوب على اللوح هناك، بص كده اهو، تقول لي انت كداب يا عم، تقول لي اهو بص فين التيار؟ كرنت كرنت ات، التيار والجهد مش بتحدد على التيار لوحده ولا الجهد لوحده، يعني انت مش بتحدد البي ماكسيمم والاي ماكسيمم دول لحالهم، امال انت بتعمل ايه؟ ده انت النقطه دي بتوفر فيها خاصيه واحده، ان اللحظه دي هي اعلى باور، لان ممكن تكون اللحظه دي تيار قليل جدا، تمام؟ وجهد مرتفع، او جهد مرتفع وتيار قليل. المهم ان الخاصيه اللي انت عايزها في اللحظه دي ايه؟ الباور. يبقى انت مش بتقيس النقطه دي اللي احنا كنا شايفينها على الكيرف بان هي اعلى تيار ولا اعلى جهد، انا قلت ماكسيمم ايه؟ كارنت تراكنج ولا فولتج تراكنج ولا باور تراكنج؟ ماكسيمم باور بوينت تراكنج باور. يبقى النقطه الحمراء اللي بتتحرك على الكيرف ديبند على اعلى باور يمكن توليدها في اللحظه. في اللحظه، حط خط يا عم تحت كلمه لحظيه عشان ما تنساهاش. طب بص يا باشمهندس، بص يا باشمهندس، تعالى ناخد تيارات، بص كده فين الاي شورت سيركت يا شباب؟ 1 2 3 اهو، لا مش هو ده، شورت سيركت كارنت بكام؟ 5 امبير. يبقى اقصى ايه اللي بيحصل بعد الشورت سيركت في الالواح؟ يعني لو حصل شورت سيركت وكان قيمه الشورت سيركت ده 7 امبير، اللوح هيحصل له ايه؟ اللوح نفسه هيتدمر. اللوح نفسه، مش انت فاكر لما احنا خدنا امس السيركت بريكر، مش قلنا السيركت بريكر او مش عارف قلنا ولا لا، في حته في السيركت بريكر مهمه جدا. لما انا قعدت عملت لك نفس الممثل هنا، ايه الفرق بين الفيوز والسيركت بريكر؟ الفيوز لما بتقطع خلاص مات. السيركت بريكر ليه 3 حالات، قلنا اوف وايه؟ كلمه اولها دي طماطم تريب، اللي ما كتبهاش اكتبها. البريكر بيعمل تريب، يعني ايه؟ يفصل زي اللي انت عارف اللي انت عملته ده شويه، ده المفروض بريكر. يعني المفروض ده بريكر، بيعمل تريب وانت بترجعه تاني. بس انا عارف اللي بره ده سويتش. هو بريكر المفروض، تعمل تريب وترجعه تاني، يبقى البريكر بيعمل ايه؟ تريب، تريب يعني فصل. البريكر بيفصل في حالتين. بيفصل في حالة التيار اللي هو الاي ريتد، اللي هو التيار المحسوب ليه عشان يفصل، وده بيبقى مثلا لو انت بصيت في لوحة البيت مثلا تلاقي ايه؟ مين سيركت بريكر اللي هو اللي فوق، والبريكرات الفرعية مثلا 20 امبير، 30 امبير. أول ما يوصل 30 امبير روح فاصل. تمام؟ لو انت رفعت البريكر تاني هيشتغل. لو انت كان حاصل فيه قفله مثلا معينه، حصل شورت، مركب مثلا خلاط في المطبخ، وحد المفروض الخلاط احنا بنشغل شويه اون، وبعد كده نفصل عشان نهور موتور، راحت الست اللي شغاله على الخلاط راحت دايسه اون وسايباه لحد ما شاط، يعني الملفات من جوه حصل فيها قفله، حصل اتصال بين اللاين والنيوترال، صح؟ قفل على النقطه دي. لما تروح في البريكر في اللوحه بتاعت البيت ترفع البريكر، مش هيقدر ترفع، مش هيقدر يترفع. ده لو هو عايش، يعني ممكن يبقى الكهرباء او التيار اللي دخل له كبير جدا لدرجه ان هو مات، او التيار ده كبير بحيث عمل له تريب فصل، بس لما تيجي ترفعه تاني مش هيقدر يترفع غير لما تعمل ايه؟ تشيل القفله اللي هناك دي، لان ممكن النقطتين اللي لمسوا جوه الخلاط ممكن يبقى السلكتين جوه اللي هم واصلين بعد السوكت دي ساحوا ولمسوا بعض جاب لنفسه، فلازم تحل المشكله وبعد كده تعمل ايه؟ اون تساوي اون لو هو لسه عايش. طيب لو هو خلاص اتدمر بعد الشورت سيركت،
بعد التيار اللي اسمه شورت سيركت غالبا الديفايس يبقى خلاص مات. تقعد تعمل له تريب بالتنس تطلع يقول لك انا مت خلاص. فالشورت سيركت اللي هو يعني اقصى تيار يمكن تحمله تبقى دي الاي شورت سيركت هو اقصى تيار يمكن تحمله بواسطه هذا اللوح 5 امبير. طب لو دخل للوح ده تحت اي ظرف من الظروف حصل شورت من اي مكان 10 امبير 7 امبير 6 امبير هو مات مش هشتغل الضمر. طيب نرجع بقى لمفهوم النقطه المهمه جدا ده كان 5 صح. بص الكرنت ات الماكسيمم باور بوينت او الماكسيمم باور هتلاقيه دايما لازم يبقى الاي ام بي اكتبها دي قاعده لازم يبقى الاي ام بي اقل من الاي شورت سيركت صح. لازم يبقى اقل مفيش لوح بيطلع الاي ام بي اكبر من الاي شورت سيركت. يبقى اقصى تيار يستطيع هذا اللوح تحمله اسمه اي شورت سيركت. اقصى جهد يمكن تطبيقه على هذا اللوح اسمه في اوبن سيركت. وفي تيار اقل من الشورت وفي جهد اقل من الاوبن اللي هما بيحصلوا عند الماكسيمم باور بوينت. هتقول لي طب امال هنا ازاي هو كاتب عند 4.8 امبير؟ ده اقصى تيار ممكن توصل له. تاني اقصى تيار ممكن توصل له يحقق لك البيك او يحقق لك ماكسيمم باور برافو عليك. بس ممكن في لحظه يبقى التيار ده بواحد ممكن يبقى بنص ممكن يبقى ب2 امبير ممكن يبقى زي السياره. مش انت لما تيجي تشغل في الاول مش بتطلع بسرعه صغيره وبتسرع مرات وتبطئ مرات لو في مطب؟ يبقى اقصى سرعه يمكن الوصول اليها كذا. بس انا في كل لحظه في بيهيفير سلوك معين للتيار خلاص. يبقى فهمنا يعني ايه عشان ما تقول لك طب ازاي اصلا الاي ام بي ده اصغر من ده ب 2/10 امبير. ده معناه ان هو ايه؟ ده معناه ان انت لو رجعت للكيرف اهو واضح جدا جدا لاي حد بيفهم كهرباء وما بيفهمش كهرباء ان اقصى تيار اقدر اوصل له هنا. او لو اعتبر ده هنا اللي هي 5 مثلا كانت كامل الجهد هنا اعتبر هنا خلينا هنا 5 امبير فوق اقصى حد انا اقدر اوصل له كبيك يبقى 4.8. بس انا لحظيا النقطه دي كل شويه تتغير فبالتالي انا كتيار واصل بين الخط كله في اي لحظه. بس اقصى تيار يمكن الوصول اليه في حاله البيك بار 4.8. نفس القصه في حاله مين؟ نفس القصه في حاله الفولت. الله يفتح عليك اهو الفولت كام؟ خلي بالك لما نيجي نعمل ديزاين هنختار الانفرتر ديبند على اللوح. احنا بنختار الانفرترات بناء على الالواح تمام؟ هنا كام الاوبن سيركت؟ اوبن سيركت فولتج اللي هو ده 44.2 اعلى شيء 35. اعلى شيء في الفولت 35.4 تمام؟ بس الجهد ممكن في لحظات اقل من كده بس اعلى جهد ممكن توصل له تمام؟ خلاص؟ يبقى اللي بيحدد الكاركترستكس الرئيسيه بتاعت خصائص اي لوح حدوده النهائيه اللي بعدها اللوح ممكن يحصل فيه مشكله اللي هو الشورت سيركت كارنت والاوبن سيركت فولتج. من جوه في النص في حد قاعد بيتتبع كل لحظه. بيتبع التيار لوحده؟ لا. بيتبع الجهد لوحده؟ لا. بيتبع اعلى باور. اعلى باور واحفظ معايا يا باشمهندس ام بي دي خساره ايه؟ ماكسيمم باور بوينت تراكنج. طبعا بيبقى راكب هنا على اللوح نفسه فيه فيوز فبيقول لك الماكسيمم سيريس فيوزنج الفيوز اللي بيبقى راكب على اللوح اخره هنا 15 امبير تمام. ده اللي بيحمي كل اللوح. حلو بقى كده هندخل على القصه دي الماكسيمم سيستم فولتج. يعني ايه الكلام ده؟ ايه الماكسيمم سيستم فولتج؟ لما اركب الحته دي اللي هتخليني دلوقتي لما اخد لوح ممكن اللوح ده يكفيني اعمل محطه؟ لا. فانا بعمل ايه؟ مجموعه من الالواح. طب هل الالواح دي هوصلها توالي ولا توازي؟ هتبدا نلعب بقى في قصه مين؟ التيارات والجهود. لان انا لما بوصل توالي في حد ما يعرفش التوالي التوازي؟ سيريس وبارلل. سيريس وبارلل مش قصدي انك تعرفهم سيريس وبارلل.